كابتن مختار مختار زي ما قلت لحضراتكم في من 3 4 ايام كده، قلت لحضراتكم ايه؟ قلت لكم ان من ضمن الحرب اللي دايما بتعلن عن النادي الاهلي، وده هتشوفوه بكره او بعده، هتشوفوه خلال الايام اللي جايه، هيقول لك اصل كابتن مختار مختار راجل اهلاوي. كابتن مختار مختار راجل اهلاوي، ولكنه رجل من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر. رجل دائما ما بيبحث عن المكسب ضد النادي الاهلي، ضد نادي الاتحاد، ضد نادي الزمالك، ضد نادي اي نادي بيلعب قدامه. كابتن مختار طول عمره معروف ان هو دائما ما بيبحث عن الفوز. من ضمن الحاجات اللي هتحصل الايام اللي جايه، خدوا بالكم عشان برضو يبقى انا قلت مره واثنين، وفي الاخر حضراتكم بتشوفوا وحضراتكم بتسمعوا الكلام اللي بيحصل بره، وبتعرفوا وبتشوفوا ترجعوا تقولوا صح فعلا قناه النادي الاهلي قالت هذا الكلام. ف كابتن مختار مختار من اصعب المباريات اللي دايما بيلعبها النادي الاهلي هي امام كابتن مختار مختار. انت ليه بتسبق اسلام وتقول الكلام ده؟ ما تستنى الماتش بكره. انا بسبق لانه اصل النادي الاهلي ممكن جدا يكسب بكره. الانتاج الحربي ليه لا؟ محدش عارف. كره القدم فيها ثلاث نتائج، التعادل والهزيمه والمكسب. محدش عارف بكره ايه اللي هيحصل، ولكن الأقرب احتمالات ونتائج وكل شيء، وفارق تاريخ وفارق لاعبين وفارق ميزانية، فارق كل حاجة للنادي الأهلي. ولكن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود جوه الملعب فقط مهما نقول ومهما تاريخ ومهما وكذا وكذا وكذا، ولكن الملعب هو الفيصل. الملعب اللي الناس عايزة تبعدنا عنه، الملعب اللي الناس عايزة تطلعنا منه، الملعب اللي الناس كل الناس أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيطلعنا، عايز يطلعنا برا الملعب. إحنا موجودين دورنا هنا إن إحنا نخلي اللاعيبة مش دورنا يعني، ولكن من ضمن أدوارنا إن إحنا نخلي دايماً اللاعبين مركزين مع جهازهم الفني، مع جهازهم الإداري اللي بيحافظ عليهم دائماً الكابتن سيد عبد الحفيظ. فمن دورنا إن إحنا ندافع ونخليهم دايماً فقط في الملعب. اللاعبين اللي متواجدين يفكروا بس في الملعب عشان يسعدوا جمهورهم إزاي. الباقي ده مش بتاعهم، باقي ده بتاعنا احنا. فكل الناس عايزه النادي الاهلي يطلع بره الملعب، او لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده والجهاز الفني يطلعوا بره الملعب ويفكروا بره الملعب، وده مش هيحصل ان شاء الله. كل اللعيبه هتفضل مركزه. فانت ليه بتقول الكلام ده يا عم اسلام؟ انا بقول الكلام ده علشان اللي هيحصل بكره وبعده وبعده هتشوفوا اللي هيحصل، وهتسمعوا بودانكو اللي هيحصل. لكن في النهايه كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود، المجهود فقط اللي جوه الملعب. هو ده اللي احنا اتعلمناه، هو ده اللي احنا عارفينه، وهي دي حياتنا في النادي الأهلي. إن أنت لما بتلعب ماتش بتكسب بتعدي الماتش، خلاص الماتش انتهى. بتكسب بطولة بتكسبها بتعدي البطولة، البطولة انتهت بقت في التاريخ. بتكسب قبل نهائي أو نهائي أو كذا أو كذا بتعدي الموضوع وبتفكر في اللي جاي. لا قدر الله لو حصل لك أي تعثر، هو ده الفرق بقى. لو لا قدر الله حصل لك اي تعثر بتلاقي النادي الاهلي بيقف وبسرعه. هي دي الانديه الكبيره، هي دي الانديه اللي الجمهور بتاعها بيقف في ظهرها وبيفضل واقف في ظهرها وبيحبه من قلبه، بيحبه من قلبه. فكره القدم فيها كل شيء، وفيها حروب كرويه طبعا، وحروب او معارك كرويه او رياضيه، ولكن من المفترض ان هي تكون معارك محترمه. فهنفضل ماشيين في هذا الاتجاه، وهنفضل ماشيين في هذا الطريق، وهنفضل نساند فريق النادي الاهلي، وهنفضل نقف ورا فرقتنا، وهنفضل نقف ورا لاعبتنا. النهارده ناس كتيره جدا بتتكلم